الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء أن اكتناز العراقيين لأموالهم في المنازل سببه عدم ثقتهم بالمصارف التي أصبحت طاردة للزبون، مشيرا إلى أن بعض المصارف الأهلية بلا عملاء، وأوضح أن العراق بدون أمن غذائي وليس لديه خزين غذائي لمدة شهرين أو شهر، معربا عن حاجة البلاد إلى استيراد 50% من الحنطة، وأضاف أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت 3 مرات قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الفائض المتحقق من زيادة أسعار النفط يبلغ 25 تريليون دينار. وبين الجبوري أن الموازنة منجزة من قبل وزارة المالية وأن سلم الرواتب أنجز منذ عام 2017، لكن الضغوط السياسية عطلت إقراره. وضمن ملف تبادل الاتهامات بين شركاء العملية السياسية، رد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن خفض قيمة الدينار، وقال الموسوي أن الكاظمي أكد أن خفض قيمة الدينار أمام الدولار جاء بعد دراسة مطولة قبل إصدار هذا القرار، ولكن في الحقيقة لم تكن هنالك أي دراسة، بل إن الإجراء حصل بطريقة مفاجئة، ورئيس الوزراء لا يعرف أسباب رفع أسعار الدولار. وأضاف أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن عدم إعادة سعر صرف الدولار، خصوصا بعد التغيرات التي حصلت مثل ارتفاع أسعار النفط وتسديد ديون دولة الكويت. كشف النائب عن محافظة كربلاء فراس المسلماوي أن هناك أكثر من 6000 حقل دواجن يعمل في العراق، يحتضن عشرات الآلاف من الأيدي العاملة، هي الآن مهددة بالخسائر والإغلاق. وقال المسلماوي إن على الحكومة الاستجابة السريعة لمطالب ودعم مربي الدواجن من صندوق طوارئ الدولة بسبب تعرضهم لخسائر مفاجئة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف، وأكد ضرورة تخصيص مبالغ تعويض مربي الدواجن ضمن موازنة 2022. أفاد مصدر مطلع بانسحاب شركة أكسون موبيل الأمريكية المختصة في مجال النفط من العمل في الحقول النفطية شمالية العراق بشكل نهائي. وقال المصدر إن هذه الشركة عملت في 3 رقع نفطية استكشافية شمال العراق ضمن حدود محافظة السليمانية، حيث انسحبت منها بعام 2016 بشكل مفاجئ، كما انسحبت عام 2017 من حقل القوش، وفي سنة 2021 انسحبت من حقل بيرمام. أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية يحيى الإسحاق أن العراق مدين لبلاده بنحو 10 مليار دولار للقطاعين العام والخاص، خصوصا أنه تم تنفيذ الأرضية لسداد تلك الديون. وقال آل إسحاق إن الإجراءات الإعادية لدفع مستحقات إيران المالية بناء على الاتفاقات التي توصلت إليها حكومتا إيران والعراق ستبدأ خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن التبادلات التجارية للقطاع العام تجري في مجال الطاقة، مضيفا أن القطاع يطالب العراق بمبالغ مالية بقيمة 1 مليار دولار وسوف تسددها بغداد بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها. وهذه انتقالة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن.
الختام الموجز، إلى اللقاء.